ام احمد. ست ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ست ام احمد، قولي سؤالك. ازي حضرتك؟ سلمك الله من كل سوء ومكروه. ربنا ان شاء الله يكرمك كده على الله كل يسترك كلمة حابة بتقولها. يسترك يرضيك، اتفضلي. حضرتك، انا ارملة، نعم اتجوزت كان عندي 18 سنة، تمام واتجوزت في بيت عيلة وكان جواز اجباري. تمام فدلوقتي انا جوزي متوفي من حوالي سنة، وبصراحة خلال فترة جوازنا انا كنت بكرهه، وما كنتش عايزة استمر في الجواز، وكنت عايزة اتطلق، ما كانش في اي اهتمام بنفسي ولا بجوزي، ولا حتى ان ربنا كرمني بعيال. تمام ومش هقول بقى ان غلطة اهلي، عشان محدش كان بيقول لي تعمل ايه وما تعملش الكلام ده. المهم بقى دلوقتي انا بعد وفاة جوزي، ما اعرفش ايه اللي حصل لي، اتغيرت اكتر من الاول بكتير جدا. بقيت تمام بهتم بصلاتي، وبهتم بالقران وبولادي وبالبيت وبكل حاجه، بس من جوايا يعني كارهه نفسي ومخنوقه من نفسي ان انا ما كنتش بعمل كده في حياته هو. طيب يعني كان نفسي هو يكون موجود عشان يشوف التغيير اللي انا غيرته، ويشوف حاضر اهتمامي بنفسي واهتمام بربنا واهتمام بولادي. حاضر كل مره بروح ازوره بحس ان هو زعلان مني، ان انا ما كنتش بتعامل معاه كويس، او ان انا كنت مقصره في حقه وفي حق كل حاجه فيه جدا يعني. حاضر فلو حاضر انا يعني قدرت ان انا استمر على وضع ده، اهتمامي بكل حاجه اكتر من الاول بربنا وبعيالي، ممكن هو يعني يفرح بيا ويحس حاضر بيا ان انا بتأحسن من الاول ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. ست أم أحمد كانت أرملة، هي الآن أرملة، تزوجت وأهملت زوجها ولم تكن تحبه ولم تكن تحسن عشرته كما قالت ولم تكن تطيقه كما قالت، أهملت فيه وفي أولاده وفي كل حياتها، ثم بعد أن مات تغيرت الحياة. حاجة جميلة جدا، خدي بالك يا أم أحمد، أنت في نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي اداها لك. إن الموت لما يمثل جرس إنذار لواحد فينا ويرجعه، ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. زوجك مضى إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كنت أنت ابتلاء في حياته، وهو صبر فله الجنة، فهنيئا له هذا الصبر. طب أنت دلوقتي يا أم أحمد تعملي إيه؟ أقول لك تعملي إيه؟ تحسني إلى الله في عملك، وتحسني إلى الله ثم إلى زوجك في أولادي. لو أنت اهتميتي بنفسك مع اولادك، واهتميتي ببيتك وباولادك وبتعليمهم وبتربيتهم وبرعايتهم، واتقيتي ربنا فيهم قوي، ودعيتي لزوجك كتير جدا، الزوج ده هيرضى عنك وهو في قبره، وهيسر بك وهو في قبره، وهيفرح بك وهو في قبره، وان شاء الله يوم القيامه يصفح عنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تتقي الله في أولادي، وأن تجعلي له جزءا من الدعاء في كل حياتك. كل ما تسجدي ادعي له، كل ما تقعدي ادعي له، كل ما تقري قرآن وهبي له، كل ما تصومي وهبي له، كل شيء اوعي تنسيه من دعائك أبدا يا ستي أم أحمد.